الحمد لله الذي ينصر من يشاء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا محسنا بدعوته إلى يوم الفصل والجزاء. لكم التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومبارك لمصر، مبارك للأهلي، فوزوا على الترجي الشقيق، وهارد لك للترجي، ويبقى الود وتبقى العلاقات المحترمة. وأنا ماليش في الكورة، وعندي دليل شرعي على إني لا أبقى أهلي ولا أبقى زملكاكي، ما عندي دليل شرعي ياريت الناس تعرفه، يعني إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرة على جماعتين يرمون رياضة الرمي، فقال ارموا يا بني فلان فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا معكم. فالفريق الثاني وقف، النبي سيدنا محمد سألهم وقفتوا ليه؟ قالوا له كيف نرميهم وأنت معهم؟ هنرمي جماعة، النبي قال لهم وأنا معكم صلى الله عليه وسلم. فقال ارموا وأنا معكم كلكم. اللي بيحب سيدنا محمد يبقى أهلاوي وزملكاكي، زملكاوي واسماعيلي ومحلاوي، ويبقى يشجع اللعبة الحلوة. إنما فريقين وأزهر وترجي وتكوين تلحين، في حد يبني جنب الكعبة كعبة؟ احنا لو بنفهم ان الأزهر كعبة العلم للدنيا مش لمصر بس، كنا نعمل جماعة. لو بنفهمه، بمناسبة الفهم، أنا ليه فرحان بنصر الله للأهلي؟ لأني إحدى المتوقعات، وخلي بالكم من كلامي، المتوقعات، توقعت هزيمة الأهلي فخذلها الله، وكانت النتيجة كما رأينا جميعا فوز النادي الأهلي. ليه أنا بقول المتوقعات؟ لأن التنبؤ ده يا أيها السادة، يا أيها المحترمون، التنبؤ لا يكون إلا من نبي. ربنا قال في القرآن نبئوني بعلم. طب وفي واحد عنده علم غيب ننبأ إيه وإحنا ما عندناش علم؟ يبقى جديات العلوم لما بتفتقد بتبقى كارثة كبيرة جدا. أبجديات العلوم، بمناسبة أبجديات العلوم، العيال واسمحوا لي يعني، وأنا من درج جدهم وأبوهم بقولها مع كل أدب واحترام وتقدير، يعني اللي بتلخبط في السنة وبتشاكك في الأحاديث ما يعرفوش ألف بيه في الحديث النبوي. ألف بيه أيها السادة المحترمون، إن علم الحديث موصوف، مش مبروك عطيه اللي هوصفه النهاردة 2024، موصوف بأنه العلم الذي نضج واحترق. تخيلوا يعني إيه علم الحديث؟ هو العلم الذي نضج واحترق، يعني مفيش حد يقدر يقرب منه. تخيل فعول في حد بيخوض في السنة وهو يعلم هذه المعلومة. علم الحديث هو العلم الذي نضج واحترق، بان فيه الصحيح من الحسن، من المتواتر، من الضعيف، من الموضوع، من الضعيف الذي يتقوى بغيره، من موضوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، الآل المصنوعة للسيوطي، ابن الجوزي، العلماء حرقوه. انت عايز ايه في الحديث؟ عايز تهتدي بهديه، مش عايز تتكلم تقول الحديث ده ما حصلش. حصلش ايه؟ يا روح امك، يا روح جدتك، ويا روحي انا. زيك انا لما يجي احد الطلاب يستشيرني وهو في قسم الحديث وعلوم الحديث، يعني الحديث وعلومه، اقول له دور على منهج فلان، مش يدور في حديث ضعيف حديث صحيح. كل ده باين، كل ده انتهى العلماء منه من مئات السنين. جاي تلعب في زمن الضعف وعدم علم الناس؟ متنبئ، متنبئ ايه؟ هو كان نبي متوكع، يتوكع زي ما هو عايز.
نخش بقى في موضوع النهاردة وهو المثل الرابع من سورة البقرة. المثل الأولاني: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم صم بكم عمي. المثل الرابع: أو كصيب من السماء. شوف الكفرة والمنافقين، بين الاثنين قوات شؤاء. المنافق أخو كافر، وفرقوا حضراتكم بين المنافق والمتشبه بالمنافق. أنا قلت الكلام ده قبل كده، متشبه في المنافق في أمل أنه يتوب من الخصلة اللي هي خلته شبه المنافقين، لكننا لا نحكم على أحد بالنفاق ولا نحكم على أحد بالكفر أبدا. مسألة مش هينة كما هانت على ألسنة الناس وإطلاق ألفاظهم بالكفر والنفاق، وانت منافق ويبقى منافق، واللي يعمل حاجة يبقى منافق. كلام فظيع جدا، أمراضنا كتيرة أوي.